أسعد الله صباحكم مشاهدي قناة تي آر تي العربية في صباح جديد من صباحات مدينة اسطنبول الربيعية. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اليومي دنيا الصباح. مشاهدينا كما عودناكم فقرات عديدة نصحبكم بها اليوم على مدار ساعة من الآن. ففي فقرة دردشة الصباح سنتحدث عن الكوميديا في منصات التواصل الاجتماعي وكيف تكون متنفساً للقائمين عليها والجمهور المتابع في آن معا. وفي فقرة معلومتك سنتحدث عن أهمية تعليم الأطفال طرائق البرمجة الإلكترونية في عصرنا هذا، كون الأيام القادمة هي أيام التكنولوجيا بامتياز. إضافة إلى فقرة الأخبار المنوعة وأعرف أكثر التي ستكون اليوم حول الرومان، إضافة إلى أخبار الرياضة وموجز الصباح على رأس الساعة. كذلك سيكون معنا أحد أبرز الممثلين الكوميديين السوريين على يوتيوب في استوديو دنيا الصباح للحديث المطول عن أعماله وعن كل جديد. إذن أعزائنا لا تذهبوا بعيدا، نشاهد ما لدينا في حلقة اليوم من فقرات أخرى ومن ثم نعود. في أخبارنا المنوعة نتعرف على غرف التلوث في بريطانيا، وإلى السعودية نزور قاعات رياضية نسائية لألعاب القوى، ومن كنوز المتاحف في تركيا نتعرف على متحف نفيس يحتوي على نفائس في المجال الطبي والتمريضي، وإلى أستراليا نشاهد الحياة في أعماق المياه المحيطة. والبداية في فقرة صباح لوجيا نتحدث عن أثر ترتيب الفراش بعد الاستيقاظ من النوم. مشاهدينا في فقرة صباح لوجيا لهذا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم، فأول ما نستيقظ في الصباح طبيعي الأغلب يرتب سريره، بس الأغلب لا يعرف أيضا هناك عشوائية بالتأكيد خصوصا مع وهي إلى أهمية الجامعة طلاب الإعدادية، صحيح، أولي مستعجل للذهاب إلى الفراش. ولكن طبعا الغريب في بعض الدراسات التي سنعرضها الآن أن هذا متصل بشيء نفساني بتكوين الشخصية، بالإضافة لشيء صحي لنضلنا يمكن وقين أنفسنا من الميكروبات وغيره. فمشاهدينا، واحدة من الأمور التي نتعلمها منذ الصغر ويحضنا عليها الوالدان هي ترتيب السرير بعد الاستيقاظ من النوم، لكن مع انشغالنا بتفاصيل الحياة وسرعتها وانطلاقنا لأعمالنا اليومية ربما يتخلى البعض عن هذا التفصيل في روتيننا الصباحي، لكن دراسة أمريكية حديثة أجراها موقع هانش لها رأي آخر، حيث كشفت هذه الدراسة أن الأشخاص الذين يبادرون إلى ترتيب أسرتهم في الصباح فور الاستيقاظ من النوم أكثر سعادة وإنتاجا من غيرهم. وأظهرت الدراسة التي شملت قرابة 68 ألف شخص أن 59% من الذين شملتهم الدراسة لا يرتبون أسرتهم في الصباح. نتائج الدراسة قالت إن ترك السرير عند الصباح في حالة فوضى يغرب العودة إلى النوم والكسل، أما بعد عملية الترتيب التي لا تستغرق أكثر من دقيقتين فإن هذا الشعور يزول، وإن شعوراً بالنشاط والفخر يحدث بعد ترتيب السرير باعتباره أول إنجاز في ذلك اليوم، ما يزيد الرغبة في إنجاز المزيد من المهام الأخرى. نعم رشا، ومن المنطقي أن غرفة النوم المرتبة النظيفة تعطي الحافز على العمل والنشاط، أما الغرفة الغارقة في الفوضى فتزيد الرغبة في النوم والكسل. ومن أهم النتائج التي كشف عنها الاستطلاع أن 71% من الذين يرتبون أسرتهم عند الاستيقاظ من النوم قالوا إنهم سعداء في حياتهم، في حين أن 62% من الذين لا يرتبون أسرتهم أكدوا أنهم لا يشعرون بالسعادة، والسعادة الأكبر قد تكون من نصيب الأبوين عندما يرون أنه أولادهم رتبوا التخت. طبعاً ترتيب الفراش ليس ضرورياً على الجانب النفسي فقط، فله أهمية صحية أيضاً، لأن السرير بيئة خصبة لملايين الكائنات المهجرية الدقيقة التي تتغذى على بقايا الجلد الميت المتساقط من أجسامنا خلال ساعات النوم، كما أن النوم لفترات طويلة وخلال ساعات الليل يزيد من الرطوبة العالقة بالفراش والوسائد والأغطية،
ما يوفر بيئة ملائمة لتكاثر عث الغبار في السرير. وتكمن أهمية ترتيب الفراش في التخلص من عث الغبار، ما يساعد في التخلص من الحساسية وتقليل حدة الربو والمشاكل الصحية المتعلقة بالتنفس. كما أن تعريض الفراش لأشعة الشمس يومياً بالوسائد والأغطية يساعد على تبخر الرطوبة وقتل عث الغبار. ولا ننسى هنا وصية الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. هل سألت نفسك يوماً عن أهم الوظائف التي ستحتل الصدارة في السنوات القليلة القادمة؟ لربما كان ذلك حافزاً لك أن تستعد من الآن أو تهيئ أبنائك ليكونوا قادرين على إيجاد موطئ قدم لهم في ساحة هذه المنافسة المرتقبة على سوق الوظائف. كثير من الدراسات الحديثة تشير إلى أن مجال البرمجة يتربع على عرش وظائف المستقبل. يأتي بعدها أمن المعلومات، ثم تحليل البيانات، وجميعها كما هو ملاحظ مرتبط بالتكنولوجيا بشكل أو بآخر. ولأهمية هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا اليوم المتخصص في برمجة الألعاب ومطور التطبيقات المعتمد من قبل مايكروسوفت أسامة الشيخ ديب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. حياك الله. أهلا وسهلا. كيف أنت معناته مأمن على وظيفتك في المستقبل؟ أي والله مأمنين من وراء هذه المقدمة. يعني هي الحقيقة موضوع البرمجة يعني نحن ننوه له كثيرا، خصوصا بالفترة الماضية، لأنه هو أساسي في هذا العصر. ولا نبالغ عندما نقول أن سابقا كان الذي لا يستخدم الكمبيوتر أو الذي لا يعرف كيف يستخدم الكمبيوتر كان أمي. نعم. الآن من لا يستخدم أو من لا يعرف كيف يقوم بعملية البرمجة هو فعليا في عالم الحاسوب أمي يعتبر. نعم. حاليا يعني هي بالنهاية هو أمر تخصصي، أليس كذلك؟ يعني ما هو الحدود الدنيا التي يجب أن يدخل فيها المشاهد الآن الذي يشاهدنا في فهم منطق البرمجة، في استخدام البرمجة، في الإفادة في حياته؟ صحيح كلامك أخي أديب، نحن هذه النقطة الذي نود أن يعني نعطيها للمشاهد، أنه هي الآن أصبحت غير تخصصية. الآن الطبيب يحتاج أن يتعلم أساسيات البرمجة، مثلا الذي يعمل في المعامل يحتاج أن يتعلم أساسيات البرمجة. لماذا أساسيات البرمجة؟ البرمجة لأنها تعطي فعالية كثيرة في العمل. هناك أعمال نحن أكيد هناك عمليات وأعمال نقوم بها بتكرار في اليوم، يعني مثلا نذهب نأتي نشيك ونقوم بعمليات معينة، هذا كله يمكن أتمتته. كيف يعني يمكن أتمتته؟ يعني بدل ما أنا أضيع الوقت وأضيع الجهد في عمل متكرر، بإمكاني أن أقوم بعمل تطبيق بسيط يحل لي هذه القضية، وبالعكس يكون دقيق جدا في المواعيد. يعني إلى أي مدى هذا الموضوع اللي عم تحكي عنه البرمجة هو مرتبط بشكل كبير بيمكن الإبداع أو تحفيز الشخص على الإبداع أكثر بعمله؟ نعم. الآن إذا جئنا إلى موضوع ما هي البرمجة بحد ذاتها، سنعرف ما هو الدور الذي سيلعبه، يعني تلعبه عملية البرمجة في تغيير شخصية وفكر الشخص. البرمجة هي عبارة عن أسطر برمجية تقوم بكتابتها لحل مشكلة. فأنت عندما تحاول أن تقوم بحل المشكلة وتواجه مشاكل أخرى وتتغلب عليها، هذا بحد ذاته يعطيك حافز على الاستمرار. فهي عمليا عبارة عن خبرة متراكمة. الخبرة تأتي من عملية حل للمشاكل التي تواجهها. هي مش مرتبط بعمر معين، يعني ممكن لا يعني أشخاص ولاد عمرهم أوقات 10 سنين يمكن عم بيقدروا يعملوا تطبيق بسيط، ولكن عم بيكونوا فايتين بهذا المجال اللي هو البرمجة. صحيح، يعني هذه النقطة جدا مهمة، وأنا سأعرج على مشروع كبير جدا حاليا، ألا وهو مشروع code.org. هي منظمة كبيرة جدا على مستوى العالم، وأغلب المقررين أو الذين لهم يعني تأثير في عالم التكنولوجيا، مثلا رئيس مايكروسوفت، مثلا رئيس جوجل، مثل رئيس الفيسبوك، مثل عدد من الشركات، قامت بعملية تضافر الجهود ونشر مشروع، وهو الآن متواجد. بالإحصائيات الموجودة هناك 40% من طلاب الولايات المتحدة قاموا بتعلم أو باستخدام هذا البرنامج. هذا البرنامج هو عبارة عن ساعة واحدة فقط من تعلم البرمجة، وهي بطريقة جدا جيدة، وطريقة عبارة عن الجيميفيكيشن،
الذي تكلمنا عنه المرة الماضية، ألا وهي استخدام تقنية الألعاب في التعليم. فأصبح هناك الأطفال عندهم شغف في عملية برمجة تطبيقات بسيطة تقوم بأمور معينة. نعم. يعني كيف يستطيع الآن المشاهد أن يبدأ في هذه العملية؟ ما هي الخطوة العملية الأولى التي يجب أن يتخذها حتى يبدأ الولوج إلى عالم البرمجة وتعلمه؟ يعني هو الحقيقة يعني الأمور التي نود التنبيه لها كثير من أبنائنا، نحن نتكلم عن عمر 4 سنوات يستطيع أن يمسك الهاتف ويقوم بعملية يقلب ويختار. نعم. ويخرج الصور. فالآن نحن بإمكاننا أن نقوم بعملية توجيه لهذه القضية. أنا متأكد أنه الآن لا يخلو يعني الكثير، نسبة كبيرة جدا من الأطفال تقوم باستخدام الألعاب، تقوم باستخدام مواقع التواصل فيسبوك وتويتر والأمور كلياتها. هنا يأتي دور الوالدين عندما يأتون ويقولون للطفل ما رأيك أن تبدأ في عملية أن تقوم أنت بتطوير هذا الشيء ولست تكون مستهلك. فعملية الدخول في هذا الموضوع هناك طرق ثابتة وهناك طرق يعني مسارات محددة يمكن الدخول بها من العمر، من عمر 7 سنوات 8 سنوات إلى العمر. هل يعني تكون هي عبارة عن تطبيقات ممكن في الهاتف، أم هي مقاطع على اليوتيوب، أم هي عبارة عن كتب معينة؟ كان يمكن موقع كود. هي القسمين. يعني اللي هي التعليم التقليدي، الكتاب والأمور هاي كلها موجودة، والطرق الحديثة التي يتم استخدامها في التعليم ليست هي الفيديو والأمور هاي، لا، هي الأمور التفاعلية. نحن نتكلم عن أنه هي مشروع code.org، هو مشروع عبارة عن ألعاب بسيطة. يعني مثلا عندي الآن هنا موجود تفاحة وهنا موجود مثلا أرنب أو شيء معين، أنه أريد أن أحرك هذا الأرنب لكي يأكل التفاحة. الآن الطفل الصغير عندما يرى هذه يقوم بسحب أكواد جاهزة، أنه مثلا هذا الكود يقوم بعملية تحريك هذا الأرنب إلى اليسار. طيب، وهذا أنت عم تحكي عن code.org اللي هو يمكن مبادرة عالمية. يعني هل نحن عنا مبادرات مماثلة بدولنا؟ نعم. العربية؟ نعم، ولكن للأسف يعني لا ترقى للمبادرات الكبيرة، كونها المبادرات الكبيرة هي مدعومة أصلاً. يعني بفضل الله منذ فترة طرحنا مشروع منصة طورني، وهي منصة عربية مجانية تختص بتعليم البرمجة من الأعمار الصغيرة إلى الكبيرة، وهي بأسلوب معاصر. كيف الأسلوب المعاصر؟ تكلمنا أنه يوجد هناك الأسلوب التقليدي عبارة عن كتب والأمور والفيديو، حتى الفيديو يعني، وهناك الأمور التي تستخدم فيها التفاعل. يعني مثلا عندما يكون هناك المتعلم عنده حب أن يجيب على الأسئلة أكثر ويتغلب على زميله الذي معه في نفس المادة، إدخال روح المنافسة. نعم. سنشاهد الآن بطاقة ومن ثم نعود لإتمام الحديث. إذا مراحل تطوير البرامج والتطبيقات نتعرف عليها في هذه البطاقة التعريفية. أولى مراحل تطوير البرامج والتطبيقات بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالفكرة التي ستقوم عليها، ثم تأتي مرحلة التحليل، وفيها يتم تحويل المتطلبات إلى نماذج ومخططات وهياكل هندسية. بعدها تأتي مرحلة التصميم التي يشارك فيها الخبراء من المبرمجين، ويتم فيها وضع الهيكل الخارجي للبرنامج. ومن ثم مرحلة البرمجة، وفيها تتم كتابة الأوامر البرمجية التي تربط التصاميم المنشأة وفق نتائج التحليل والهيكل المعد مسبقاً. ولابد قبل إنزال التطبيق أن يمر بمرحلة الاختبار التجريبي للتأكد من توافقه مع المتطلبات. وأخيراً تأتي مرحلة الصيانة، وفيها تتم معالجة الثغرات والأخطاء التي قد تظهر بعد تثبيت التطبيق لدى المستخدمين. هلا آخر مرحلة ضمن مراحل التطوير هي كشف الثغرات. كنا عم نحكي اليوم الصبح قبل الحلقة إنه في أشخاص حتى لو عمرهم صغير ولكن عم بيكشفوا ثغرات بكتير شركات عالمية. هذا الشيء عم بيدفع إنه هالشركات تبنيهن ويصيروا هن بنفسهم مطورين بهذه الشركات. فأدي مهمة هيدا الخطوة أيضا ضمن تعلم التطوير، ليس فقط التطوير ولكن أيضا كشف الثغرات بالتطبيقات. المرحلة اللي تكلمت عنها هي نحن نسميها التستينج، أو اللي هي الفيدباك، وهي التغذية الراجعة لمسيرة عمل البرنامج. ما في برنامج أطلقناه والسلام عليكم ورحنا، لا، البرنامج لا ينتهي من تطويره لأن هناك دائما ثغرات يغفل عنها المطورين.
من الذي يعني المستخدم. طبعا من الذي يكتشفه هو المستخدم لانه هو الذي سيقوم، لانه مثلا مطور يكون يعني ببالي انه في عندي 1 2 3 4 ساقوم بعملها، ولكن احيانا هناك يكون في تضارب لا يكشفه الا هذه الاشخاص. الاشخاص هذول يعني ممكن ان يعني ممكن مستقبلا ان يكون لهم دافع للدخول في هذا المجال، لانه فعلا فعلا عمليه استخراج الثغرات ليس اي شخص. وقضيه طبعا حتى تعلم البرمجه يحتاج الى اخلاقيات معينه، لانه كشف الثغره هو ايضا ممكن ان يكون مجال واسع للولوج في عالم الاجرام والهاكر ليس كذلك. نعم صحيح. توجيه اخلاقي ايضا عند الولوج الى هذا العالم. اخي اديب، نحن دائما نذكر اي تكنولوجيا لها جانبين يمكن استخدامها هكذا وهكذا، هناك الجانب الأسود من البرمجة. نعم. إذا نحن ننهي الآن، إذا عندك شيء توجهه للمشاهد نصائح معينة. نعم. أو للآباء يمكن اللي هن آباء والأمهات اللي هن دافع أيضا بحفظوا أولادهم على تعلم البرمجة. نعم، يعني أنا أتمنى من الآباء أن يقوموا باستخدام عملية أو بتعليم أبنائهم البرمجة الآن، لأنها فعلا ستكون شيء أساسي في المستقبل. نحن ندرك أنه كل شخص يقوم باستخدام تكنولوجيا بطريقة معينة، وجهوها بطريقة يمكنهم أن يتعلموا البرمجة من هذه. شكرا جزيلا لك أسامة الشيخ ديب، مطور ألعاب المبرمج، نشكركم جزيل الشكر. الله وسهلا فيك. إذن موضوع ليس ببعيد أعزائي المشاهدين، فنيران أرن طالبة تركية في المرحلة المتوسطة عندما علمت بالصعوبات التي تواجهها صديقتها العمياء في اختيار ملابسها قررت مساعدتها بطريقة إبداعية، وقد قامت باختراع خزانة ذكية خاصة تحدد ألوان الأقمشة حتى يتسنى لصديقتها معرفة الألوان واختيارها بعناية كل يوم. نشاهد. مشاهدينا، في فقرة أعرف أكثر سنتحدث اليوم عن الرومان، الحضارة الأقدم عبر التاريخ. فالرومان هو الاسم الذي أطلق على القوم الذين سكنوا الأراضي الإيطالية واتخذوا روما مركزاً لهم لإنشاء إحدى أكبر الإمبراطوريات عبر التاريخ، وقد بقيت آثارهم حاضرة حتى يومنا هذا. إذن أصل الرومان في الأساس بدأ بهجرتهم من شرق أوروبا إلى وسطها، وبدأوا في التوسع تدريجياً ليصبحوا من أوائل القوى الاستعمارية في التاريخ. الرومان عرفوا بعدم تقديرهم لقيمة العمل، كما أنهم لم ينصفوا العمال وطبقات المغلوبة على أمرها، ومع ذلك اشتهرت حضارتهم بالازدهار الاقتصادي والمادي. ورغم أن الرومان هم من أنشأوا أول أكاديمية لتعليم فن الطبخ، فإن الطباخ كان يتعرض للعقاب الشديد مثل السجن والجلد في حال فشله في صنع وليمة ما. ومن عادات أغنياء الرومان أن يقيم الواحد منهم وليمة في مناسبة ما، وكانت المدينة تكرمه بأن تعينه في منصب عام أو تقيم له تمثالا أو تمتدحه بقصيدة أو نقش. العمارة الرومانية كانت تتسم بالفن الديكتاتوري في البناء والنحت والزخرف، بمعنى أن ما كان ينفذ في روما كان ينفذ في جميع ولايات الإمبراطورية. والآن مشاهدينا الكرام نصحبكم معنا في جولة للتعرف على الإرث الروماني
في عدد من دول العالم. نتابع. مشاهدينا وصلنا الآن إلى فقرة الرياضة، وينضم إلينا أيمن عجوز. صباح الخير أيمن. صباح الخير رشا، صباح الخير أديب، وصباح الخير للمشاهدين الأعزاء. خبر يمكن الأبرز عن محمد صلاح يلي مسيطر على الجو الرياضة بهالكم يوم. أكيد أكيد، لا شك البارحة أثبت محمد صلاح أنه الأفضل في إنجلترا بعد تسجيله هدفين في مباراته ضد روما. نتابع التفاصيل مع نشاهد التفاعل. تفضل. نعم، أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرتنا الرياضية لهذا الصباح من دنيا الصباح، ونبدأ من البطولة الأغلى في العالم، حيث وضع فريق ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما قاده النجم المصري محمد صلاح لاكتساح ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدفين في ذهاب الدور النصف النهائي للبطولة. وافتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 36، ثم عاد وأحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 45، قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 55. ثم كلل صلاح جهوده بصناعة الهدف الرابع لزميله البرازيلي روبرتو فيرمينيو في الدقيقة 61، قبل أن يسجل فيرمينيو الهدف الثاني له والخامس للريدز. ورد روما بهدفين في الدقائق الأخيرة عبر البوسني أدين دجيكو بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 81، ودييغو بيروتي الهدف الثاني من علامة الجزاء. هذا وسيكون ملعب الأليانز أرينا شاهدا على المواجهة النارية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين طرفيها حامل لقب النسخة الماضية ريال مدريد ومضيفه العريق بايرن ميونخ حامل لقب البطولة في خمس مرات سابقة. ويهدف أبناء المدرب زين الدين زيدان إلى تكرار تجربة النسخة الماضية بعدما نجحوا في إقصاء البايرن من الدور ربع النهائي متسلحين بهداف الفريق والبطولة كريستيانو رونالدو في لقاء سيكون فيه الهدف الرئيسي للميرينغي هو العودة بنتيجة جيدة تساعده قبل مواجهة الإياب في ملعب البرنابيو. وسيضع يوب هانكس المدير الفني لفريق بايرن ميونخ خبراته كافة لتجاوز الريال الذي نجح في إقصاء فريقه في النسختين السابقتين على أمل التتويج مع الفريق بثلاثية جديدة معتمدا على المهاجم البولندي العملاق روبرت لوفاندوفسكي الذي تعد شباك ريال مدريد من الشباك المفضلة له. تأهل الجزيرة الأردني للدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على مستضيفه المالكية البحريني بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من كأس الاتحاد. واستطاع الجزيرة التقدم في النتيجة عند الدقيقة 21 من علامة الجزاء، نفذها اللاعب موسى التعمري بنجاح داخل الشباك، وعدل المالكية النتيجة في الدقيقة 38 عبر اللاعب وليد الطيب لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.
وتمكن الجزيرة من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب السوري مارديك مارديكيان، وبهذه النتيجة تصدر الجزيرة المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، بينما ظل المالكية في المركز الثالث برصيد 7 نقاط ليودع البطولة الآسيوية. وإلى القارة اللاتينية، حيث تغلب أتلتيكو ناسيونال الكولومبي على مضيف بوليفار البوليفي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لكأس الليبرتادورس. افتتح غونزالو كاستيلاني التسجيل لأتلتيكو ناسيونال مع الدقيقة 13، وأضاف فلاديمير خافير الهدف الثاني في الدقيقة 32، بينما سجل داريو مورينو الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 34، وقلص ماركوس ريكيلمي النتيجة بتسجيله الهدف الوحيد لبوليفار مع الدقيقة 49، قبل أن يعود داريو مورينو ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه. وبهذا الفوز تصدر أتلتيكو ناسيونال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما بقي بوليفار في المركز الثاني مؤقتا ب5 نقاط. تقدم بوستن سيلتكس في السلسلة التي تجمعه مع ميلوكي باكس بثلاث مباريات مقابل مباراتين بعد فوزه في المباراة الخامسة بفارق 5 نقاط وبنتيجة 92 نقطة مقابل 87 في الأدوار الإقصائية بدور كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وكان الهورفورد الأكثر تسجيلا للنقاط في المباراة بتحقيقه الثنائية المزدوجة، وسجل 22 نقطة و14 متابعة لبوستن، وأحرز زميله تيري روزير 16 نقطة و5 تمريرات حاسمة. ومن الطرف الخاسر أحرز كريس ميدلتون 23 نقطة، بينما سجل زميله يانس أنتيتوكومبو 16 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة. وسيضمن بوستن التقدم في المسابقة لو فاز بالمباراة السادسة التي ستقام بين الفريقين ليفوز بالسلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في 7 مباريات. بهذا نأتي إلى نهاية فقرتنا الرياضية، وأعود إليكما رشا وأديب لاستكمال باقي الفقرات. شكرا جزيلا لك أيمن، والأعزاء مشاهدينا ننتقل إلى فاصل قصير وبعد الفاصل نعود بباقي الفقرات. نرحب بكم مجددا مشاهدينا، والان وصلنا الى موجز الاخبار. وينضم الينا ياسين النهاري. صباح الخير ياسين. صباح الخير اديب، صباح الخير رشا، وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج دنيا الصباح. ما اهم سنتناوله اليوم؟ تراشق التصريحات بين دونالد ترامب وحسن روحاني بخصوص الملف الايراني، ملف النووي الايراني. نعم. كان ابرز اخبار هذا الموجز في هذا الصباح، نشاهده في الموجز. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم أخبار هذا الصباح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا بد من عقد اتفاق نووي جديد مع إيران، محذرا إياها من مواصلة أنشطتها النووية. واعتبر ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن الاتفاق غير فعال في التصدي لنفوذ طهران المتنامي في الشرق الأوسط أو لبرنامجها للصواريخ البالستية. سنرى ما إذا كان من الممكن القيام بصفقة جديدة على أسس متينة بخصوص الاتفاق مع إيران، لأن الاتفاق السابق كان مع مؤسسات متهاوية. لقد كانت صفقة سيئة وببنية سيئة. إن ذلك الاتفاق ينهار الآن، يجب أن لا يتم أبدا، وألوم الكونغرس وألوم الكثير من الناس على ذلك. إذا استأنفت إيران برنامجها النووي فستكون هناك عواقب وخيمة، وإذا هددتنا إيران بأي شكل من الأشكال فإنهم سيدفعون الثمن. سنحاول التوصل إلى اتفاق أكبر كثيرا، وقد ننجح وقد نفشل. هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بالعواقب الوخيمة في حال انسحابه من الاتفاق النووي.
وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنه في حال عدم الوفاء بالالتزامات الغربية فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران فإن طهران سترد بحزم على أي إجراء محتمل. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الولايات المتحدة ستبقى في سوريا ولن تغادرها عكس تصريحاتها الأخيرة. وقال لافروف إن نشاط الولايات المتحدة شرق نهر الفرات يتصاعد مما يدل على عدم تركها المنطقة، مشيرا إلى وجود دول تدعم بقاء واشنطن ومنها فرنسا. واشنطن تعهدت لنا بأن هدفها الوحيد هو طرد الإرهابيين من سوريا وإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، خلافاً لتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، فإن الواقع عكس ذلك، حيث تعمل الولايات المتحدة بنشاط على الانتشار الشرقي الفرات ولا تنوي الخروج من هناك. الولايات المتحدة أنشأت هناك سلطات محلية، فرنسا تشجع كذلك على هذه الخطوات، والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون دعا الولايات المتحدة إلى البقاء حتى تطبيع الأوضاع في سوريا. في الملف السوري أيضا، تتواصل في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال المؤتمر الدولي حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي ينظم برعاية الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى جمع التبرعات من أجل ملايين المدنيين المتضررين من الحرب في سوريا، إلى جانب دعم عملية الحل السياسي في البلاد. ويشارك في المؤتمر الذي ينظم للمرة الثانية 85 دولة وممثلون عن منظمات ومؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة. اعتبر بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي دعوة مجلس الجمعية البرلمانية الأوروبية تأجيل الانتخابات المبكرة في تركيا اعتبره أمرا غير مقبول وتدخلا في الشؤون الداخلية. وفي تغريدة له على تويتر أكد بوزداغ أن الانتخابات في تركيا تمتاز بنزاهتها، حيث يتم إجراؤها تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات التركية المستقلة. وأشار بوزداغ إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يطلب من فرنسا تأجيل انتخاباتها في ظل حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد، مؤكدا أن الموقف الأوروبي إزاء الانتخابات المبكرة في تركيا يدل على ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا. حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج من أن القتال في الجنوب والذي أدى إلى مقتل شخصين قد يمنح الفرصة للتدخل الأجنبي. وأكد السراج أنه لا حل للمشكلة إلا بالحوار، فيما أدانت البعثة الأممية استمرار القتال في مدينة سبها جنوبي البلاد مطالبة بضبط النفس. هذا وتشهد المدينة اشتباكات متقطعة بين الجيش الليبي وبين أطراف تضاربت الأنباء حولها، حيث يصنفها بعضهم قبائل محلية فيما يعدها آخرون مجموعات انتشادية مسلحة. أكدت الشرطة الماليزية أن شخصين يشتبه في تورطهما بمقتل الأكاديمي الفلسطيني فهد البطش في كوالالمبور لا يزالان في البلاد. وقالت إنه عثر على دراجة نارية متروكة قرب بحيرة على بعد 9 دقائق تقريبا عن مسرح الحادث، حيث يعتقد استخدامهما هوية مزورة إما لدى دخولهما البلاد أو خلال تنفيذ الحادث. هذا فيما كشفت الشرطة عن صورة جديدة لأحد المتهمين. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، وعودة إلى الزميلين رشا وأديب وبقية فقرات برنامج دنيا الصباح. شكرا جزيلا لك. شكرا ياسين. مع انطلاق الثورات العربية بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تشهد تصاعدا، ونجومها بدأت تلمع لتحكي قصصاً وتنقل أخباراً وأفكاراً كانت محرمة في السابق. من بين المنصات الأكثر تفاعلاً ومتابعة كانت تلك الكوميدية، ومن بينها تألقت منصة سيريان سلبينا، والتي تبث عبر موقع يوتيوب مهتمة بقضايا الشعب السوري.
وحتى لا نطيل عليكم، معنا اليوم أحد أبطال المسلسل الكوميدي مجنون يحكي، اليوتيوبر ثائر والي. فأهلا وسهلا بك ثائر. أهلا، صباح الخير. أهلا فيك، حياكم الله. مصعبين الاسم شوية. سيريان سلبينا هو سلبة. الكلمة متداولة ببلاد الشام يعني، بس ايه سلبينا كثير بكل مقابله بيخربطوا فيها المذيع، فعادي مو انت اول واحد. كويس، انا حطيت لنا فخ البدايه. شو كيف دخلتوا الى هذا العالم، عالم اليوتيوب، وكيف بتشوفوا وجودكم فيه الان؟ هلا دخلنا بالصدفه، انا اول فيديو صورته كان بالصدفه، كان ميزه الفيديوز الجديده بالفيسبوك من 5 سنين، فقررت بدل ما اكتب كتابه اني صور فيديو. هلا الكل كان بيخجل وقتها انه يطلع يعني يحكي يصور فيديو، بس انا كنت وقتها يعني جرأت شوي وعملتها. فالفيديو ضرب، بعض الاصدقاء، كثير اصدقاء حتى في منهم اعلاميين قالوا كنت لوحدك بوقتها بالفيديو. كنت لوحدي، كنت بعمان وقتها بالفيديو. كيف صرتوا سيريان سلبينا؟ كيف اجتمعتوا؟ كيف كونتوا هذا الفريق؟ انا كانت على حسابي الشخصي، بعدين وقت شفت انه عم تكبر القصه والفيديوهات عم تجيب تفاعل، عملت صفحه سميتها سيريان سلبينا. عباره سلبينا هي بتستخدم، بتعرفي انت الحاله اللي بتستخدم فيها كلمه سلبينا، وحطيت رقم واتساب. صرت اقول انه اي حدا عنده فيديو بده يعني يحكي شيء هي يبعث لي، فصار يجيني كثير فيديوهات من شباب سوريين وعرب حتى، صرت انشرها على سلبينا. بعدين تعرفت على رفقاتي الشباب يعني ايهاب وداود، بعدين صرنا نعمل سكتشات مع بعض بكاميرا الموبايل، بعدين جمعنا حالنا جبنا كاميرا. طيب يعني حتى نقرب الفكره اكثر للمشاهدين، حنتابع هذا الكليب من احد اعمال ضيوفنا ومنرجع نكمل الحديث معه. عم يتاجروا بمقاسي الشعب السوري، وعم بيتاجروا بقضيتنا، وعم بيستغلوا مقاسي اطفالنا. بيجيبوا الطفل بفوتوا له على الاستديو، بيقولوا له غني هالغنيه، بيطلع بيغني، نانسي بتبكي لي دغري، والدنيا بتقوم بتعود، ومشاهدات عاليه بتجي للبرنامج، وعم بيسلبوا علينا. اصلا نانسي اذا بتغني لها شخبط شخبيط بتلاقيها بكيت. بالنهايه نحن بشر، ومن حقنا نضحك ونمزح ونحضر برامج. اي والله طق قلبنا من اخبار الحروب. اي والله الحق معها، طق قلبنا من اخبار الحروب، لانه هي الحروب عم تصير بالاسكيمو. هدول الاطفال تبع دير الزور والمعظميه ومضايا اللي عم يموتوا بالقصف والتجويع مو ببلدنا، هدول لازم نشوفهم داخلنا منهم. لك شو بعمل من الحبه قبه؟ اصلا هي حبه ليش قايمه القيامه ببلدنا، والناس ما عم تتأثر بصور الأطفال اللي عم تموت بطريقة بتبكي. صور موجودة كل يوم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وبيطلع طفل صغير لابس نظيف وأهله موجودين ورا الكواليس معه عم بيغني. إذا بقي شوي بتقوم الدنيا وبتعود. لا تكبر بالكلام، الشعب السوري موهوب منذ الصغر. يلعن حظي، بلشت برامج المواهب وأنا كبرت. أعطونا الطفل. أوكي، طلعت شيء أصلا من حسن حظ الجمهور إنه بلشت هاي المواهب وقت العينتين كبر مشان يرتاحهم هالموهبة. هلا معلش أسأل سؤال، تفضل. ما أفهم وين المشكلة إذا طلع طفل سوري ببرنامج مواهب؟ مو غلط نفرجي الشعوب الثانية إنه الإنسان السوري مبدع وعنده أمل رغم الأزمة؟ مؤامرة، ثورة، أزمة، ثورة، مؤامرة. جميل، يعني هو الضحك من فرط الألم، يعني هي مشكلة عويصة. نعم جدا، ومرات تستدعي الضحك، ولكن هو الواقع مضحك جدا المبكي. نعم مؤلم. كيف تتناولون مثل هذه الأفكار، مثل هذه القضايا التي هي يعني هنالك شيء حساس على ما يبدو، هي قضايا مؤلمة جدا، ولكن يجب أن نسخر منها ونضحها لي المشاهد، ولكن بشكل ساخر. طبعا. كيف تتعاملوا مع هذا؟ انت بتعرف اللغط اللي صاير اليوم، الجدل اللي صاير باي حدث بيصير بسوريا، لحتى الشعب السوري هو بحد ذاته يعني المعارضه اكثر من توجه، المواليين اكثر من توجه. نعم. الرماديين توجه لحالهم. فمجنون يحكي كان واحد معارض اللي هو انا، داود كان الموالي، روبا كانت الرماديه، البنت اللي بيهمها الفاشن والموديلينج والقصص وما بتفرق مع الحياه شو عم بيصير يعني. فنحن كنا اي حدث عم بيصير يعني بيصير عليه تداول كبير. بتعرف انت اليوم بالسوشيال ميديا ما بيمر اسبوع بدون ما يصير حدث كل الناس تاخده بشكل ساخر او حزين او كذا. فنحن كنا نجمع احداث الاسبوع ونحطها بحلقه بحوار بين 3 سوريين من 3 توجهات، وناقشها بهي الطريقه اللي هي نوعا ما طريفه، مع انه في احداث ما تكون طريفه اصلا. كيف عم تخدم الكوميديا رساله لتوصل؟ كيف عم تخدمكم الكوميديا؟ ليه اخترتوا اسلوب الضحك والسخري عوضا عن الدراما مثلا؟ هلا الدراما لانه نحن اصلا ما بنقدر نشتغل دراما، الدراما صعبه يعني، دراما بدها انتاج، بدها ممثلين محترفين، نحن هوات. والكوميديا اسهل
أسهل لنوصل لحتى نخلي ناس تتقبل الفكرة. إذا بدنا نقعد نحكي بشكل دراما أو بشكل أكاديمي، يعني الأكاديمي ما رح يتفرجوا علينا، رح يروحوا على الأقنية الإخبارية الاحترافية يتابعوا المذيعين الكبار والمحللين ولهدول. نعم. لا نحن كنا أقرب للناس يعني. طيب طيب أنتوا شو جمهوركم بتظنوا؟ من أي طيف، من أي لون؟ ذكرت هنالك موالاة والله معارضة، أكثر شيء من المعارضة صراحة يعني صفحة معارضة بس أكثر شيء معارضة، بس في كتير موالين بيتابعونا يعني، في رماديين طبعا بيتابعونا، هذول كمان جمهور يعني. بتمنى أنا يخلص هالشيء ونرجع كلياتنا سوريين، ما نضل موالي ومعارض ورمادي وسلبي وإيجابي، ومتمنى يعني. أنتوا لما خرجتوا برا البلد سوريا يعني في قضايا ظهرت أكثر من أنه تكونوا بقلب سوريا، فشو كان الاختلاف أنه عملتوا هذا المشروع ولكن من خارج سوريا؟ الاختلاف أنه لو عملنا هذا المشروع من داخل سوريا كنا هلأ صعب كون معك أنا هون بهي المقابلة، تعرفين طبعا يعني ما مقدر بسوريا عمل شيء. أروح ندور عليك. ندوروا علي بشي فرع بقى سلقيتوني أو حدا من رفقاتي بحكي لكم عني قد كنت طيوب وطبوح. نعم. التفاعل طيب كيف مع تفاعل ممتاز؟ أنتوا لا يعني مثل ممكن أكيد في اعتراضات كثيرة حتى قد يكون من ناس موالين لكم يعني قريبين من خط الثورة والمعارضة، قد يكون هناك اعتراضات على أفكار معينة تناولتموها، كيف أنتوا بتتفاعلوا مع جمهوركم؟ هلا دائما في اعتراضات دائما أصلا يعني، الحلقة أو الشيء اللي بتنزله إذا ما حدا اعترض عليه فهي بيكون في غلط أصلا بهذا الوقت، بيكون ما مس الجرح بيكون ما راح ما ضرب على الوتر يعني مثل ما بيقولوا، ما راح على هدفه. فدائما في اعتراضات بنتحمل بنناقش، احيانا بنعصب نحن كمان بالتعليقات يعني. هلا شوي شوي نحن حتى عم نتجه للاحترافية بالسوشيال ميديا، انه نحن نتعامل كشركة كمؤسسة إعلامية جديدة ناشئة خلينا نقول، مو طبعا ما بقصد احترافية بالإعلام مثل شغلكم أنتوا يعني، بس إنه نكون بالنا طويل أكثر يعني على المتابعين. ولما تحكي عن إنه في اعتراضات وبال طويل وهذه الأمور، أنتوا بتقدموا المواضيع اللي بتقدموها بناء على شو المشاهد بيطلب أو على شو المشاهد عم بيعترض، أو بناء على أنتوا مواضيع أنتوا خلص أقريتوها بينكم بين عنا مشاهدين بيبتدي أعمارهم من 15 سنة لل 35 سنة. مو دائما صح إنه نشتغل شو المشاهد بده. مع الوقت ما رح يكون بحاجتنا إذا بدنا نشتغل شو المشاهد بده. نحن كمان في عنا رؤية كشباب عم يشتغلوا بسلبينا أعمارهم متفاوتة، فنحن بنقعد بنجتمع وبنطرح الموضوع بنناقشه من كذا زاوية، فمو دائما صح إنه نعطي مثل ما الناس بدها يعني. هلأ في فنانين بيغنوا أغاني هابطة تقولي له لهيك عم تغني، بيقول لك الجمهور هيك عايز كده يعني. فلا مو دائما، كتير أحيانا بننزل شيء بنعرف إنه رح يصير عليه جدل يعني، بس بتكون من يعني مع الوقت يعني هذا الشيء بنظن انه بيكون ايجابي يعني. نعم. مع الوقت في عندكم هيك مثل محددات خطوط حمر في عملكم اثناء انتاج الفكره اثناء كتابه الفكره وتاديتها؟ طبعا مثل ماذا يعني؟ نحن مو من يعني بالنهايه مثل ما قلت انت تتعامل مع واقع حساس اصبحت فيه الجراح كثيره، هنالك الكثير من التيارات من هنا وهناك داخلة في هذه المعمعة إن صح التعبير يعني. نحن خطوطنا الحمر، وهلأ نحن موادنا بنجيبها من الشارع السوري من الشباب السوري، وخطوطنا الحمر أصلاً ورقابتنا هي الجمهور نفسه، هن الناس يعني. نحن ما عنا رقابة، ما عنا مدير قناة بيقول هذا يطلع هذا ما يطلع، لا نحن بننزل فيديو بنقرأ التعليقات بنشوف شو آراء الناس على أساسه بنشتغل بالشيء اللي بعده. فخطوطنا الحمر كثيرة يعني، نحن مثلا ما منهاجم سوريا كبلد، أو نحن مشكلتنا مع النظام، نحن ما منقرب ما منسخر من الديانات مثل ما كثير يعني صفحات أو يوتيوبرز بيهاجموا الديانات على أمل أنه يعطي انطباع عن أنه هو شخص متحضر أو كذا. نحن ما منقرب على ثقافات الشعوب، ما منسخر منها، منحترمها. الطقوس الدينية لكل شعب يعني هي الخطوط الحمراء يعني لازم نحترمها. أنت تتعامل مع وضع كوميدي فيه سخرية، فالتعامل مع هذه الأمور فيها خطورة قليلا، في خطورة كتير. نعم. قد تعرض بالقول على أمر يفهم بأنه لمز لفئه او طائفه معينه، وهذا فيه تمام. امبارح يعني نزلنا جمهور، نزلنا امبارح منشور يعني كان
بيحكي عن ابو مكه وعن فتح روما وطريقه فتح روما، فالناس فهموه غلط امبارح لسه، هي امبارح يعني، فصار مشكله وحذفنا المنشور. طيب لما عم نحكي هلا نحن عن مجنون يحكي، هذا احد الاعمال اللي انتم عملتوها، وفي عدد كبير من حلقات من ضمن هذا المسلسل اذا فينا نسميه. بالاعمال القادمه هل حتكفوا بمجنون يحكي او عندكم فكره اخرى ممكن تطبقوها مختلفه عن مجنون يحكي؟ الفكره الجديده ابتدينا تطبيقها اوريدي بالاستوديو الجديد اللي عملناه، مجنون يحكي وقف خلاص. الفكره الجديده هي دوله سلابينا، هو راح يكون برنامج اسبوعي او خلينا نقول مسلسل اسبوعي، هو سيت كوم بيحكي عن، هو سكتشات يعني، بيحكي عن دولة افتراضية بعالم افتراضي، اسمها هي الدولة دولة سلابينا، فيها رئيس مع حاشيته عايشين بالقصر، وفيها شعب، الشعب بيكره هذا النظام، والنظام بيعرف انه الشعب كرهانه، والشعب بيعرف انه النظام بيعرف انه الشعب كرهانه، فالاثنين عم يسلبوه على بعض. يعني هي الفكرة من العمل، انه الاثنين عم يسلبوه على بعض، الشعب بده فرصة لينتفض على هذا النظام، النظام كل مره بيحتال على الشعب بطريقه مشان يخلي الشعب هادي، وهون من هون بتصير الاحداث والكوميديا. انتوا ثلاث اشخاص يلي شفناهم هلا بالفيديو السابق؟ لا، ربا معي، الشباب ايهاب داود ما عادوا معنا، سافروا. انتوا كممثلين يعني في فريق اخر بيصور وبيكتب طبعا 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 في كتاب. خبرنا شوي يعني عن تفاصيل. هلا نحن كنا سابقا يعني نقعد نحن هذا الفريق نفسه نحن نقعد نكتب النص، حاليا انا عم اكتب بس في محترف كتاب محترفين محترفين يعني كبار على بسوريا يعني معروفين عم بيساعدونا. يعني دخلتوا عنصر ايضا مش بس انه تبقوا كهوات يمكن لقدام، لازم مطمحون انه تصيروا اكثر، ما بصير نضل هوات يعني، ما بصير نضل هوات، لازم نتطور يعني. ففي كتاب محترفين حاليا عم بيساعدونا، حاليا مثلا صار في نحن مثلا كنا نحط الكاميرا ونظبط الاضاءه نحن نعمل هاي الديكورات، هلا لا يعني كل شيء عم كل حدا عم يعني، في مثلا هلا في دي او بي معنا، في مخرج راح يكون، في مهندسين صوت وصوت، كله 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 هندسه صوت وكله. بدنا هيك بكلمتين كلمه اخيره لمن يريد ان يتابعكم انتم في القناه، يعني هذا العمل عمل شباب سوري من الشباب السوري وللشباب السوري، بنتمنى انه نكون نقدم ماده يعني يحبوها الشباب السوري، وبقول شيء نحن ما بنمثل الشباب السوري، بنمثل انفسنا فقط. نعم، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق. ثائر والي شكرا لحضورك معنا. شكرا. إذن نبدأ الآن بأخبارنا المنوعة. فمهندسون وفنيون فرنسيون يبهرون زوار إحدى الحدائق بإبداعاتهم الميكانيكية، وذلك من خلال بناء شجرة عملاقة تحوي 45 مجسما متحركا لحيوانات مختلفة في حديقة مدينة نانت غربي فرنسا. المشروع الذي يسمى شجرة البلشون من المقرر أن يبلغ طوله 35 مترا وعرضه 50 مترا، وسيحوي اثنين من مجسمات طائر البلشون الهائلة التي يمكنها حمل الركاب إلى أعلى الشجرة، حيث سيكون باستطاعتهم الاستمتاع برؤية نماذج ميكانيكية متحركة للنمل والعناكب وغيرها. يتوقع استخدام نحو 1500 طن من الفولاذ لإنهاء والانتهاء من هذا المشروع الذي من المقرر افتتاحه في ربيع عام 2022 بتكلفة تصل إلى أكثر من 43 مليون دولار. وإلى حين الانتهاء يمكن للزوار الاستمتاع بإبداعات أخرى ابتكرها القائمون على المشروع مثل الفيل الضخم الذي انتهى العمل منه في عام 2007. التلوث شبح يطارد العالم، لا سيما في المدن المزدحمة والصناعية التي تكثر فيها المخلفات الغازية، حيث أصبحت جودة الهواء عاملاً يدفع الناس إلى تغيير أسلوب حياتهم. الفنان البريطاني مايكل بينسكي أنشأ مشروعاً فنياً في ساحة منطقة سومسارت هاوس في لندن، وذلك من خلال تشييد غرف شفافة مؤقتة يمكن لزوارها استنشاق هواء بعض
أكثر مدن العالم معاناة من تلوث الهواء. الحجرات التي أطلق عليها اسم غرف التلوث هي وسيلة أراد من خلالها الفنان تسليط الضوء على خطورة أزمة تلوث الهواء حول العالم. 5 غرف يستطيع من خلالها الزوار معايشة الظروف البيئية في عواصم الهند والصين وبريطانيا، إضافة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية وشبه جزيرة تواترا النرويجية. وتحتوي الغرف الأربع الأولى هواء ملوثاً بمستويات معتدلة من السموم المختلفة مثل ثاني أكسيد الكربون في غرفة لندن والإيثانول في غرفة ساو باولو، فيما تضم غرفة تواترا الهواء الأنقى بين 5 لتوضيح الفارق. الرشاقة غاية تسعى لها جميع النساء، وتقاوم من أجلها أطيب وأشهى المأكولات، وتنفق من أجلها مبالغ مالية سواء في اختيار أطعمة معينة أو في الرياضة. قاعة الرياضة والرشاقة للنساء في السعودية تعوج بالفتيات بعد قرار المملكة السماح بافتتاح صالات رياضية للنساء وسط موجة من التغييرات الاجتماعية والثقافية. تشمل السماح للنساء بقيادة السيارات اعتباراً من يونيو حزيران الماضي. رفع الأثقال واحدة من الألعاب الرياضية الأكثر انتشاراً حول العالم، والتي اعتبرتها إحدى الفتيات السعوديات مهمة جداً وتزيد قوامها وجمالها ولياقتها. من الحرف اليدوية العريقة في تركيا صناعة الفخار التي تشهد طلباً متزايداً لتصدير منتجاتها. ومن الأسر العريقة في هذه المهنة أسرة نعلبند وفي ولاية أكسراي وسط تركيا، التي ما زالت تزاول هذه المهنة منذ زمن، ولكنها في الآونة الأخيرة أصبحت تلقى طلباً كبيراً في منتجاتها المتقنة الصنع. العائلة حالياً تنتج حوالي 7,000 قطعة من الفخار شهرياً، حيث تتلقى الكثير من الطلبات من خارج البلاد مؤخراً، وخصوصاً من السعودية وقطر وليبيا وإيران والولايات المتحدة. وتجمع هذه العائلة التراب الأحمر من مدن مجاورة مثل مدينة كابادوكيا الأثرية، لافتة إلى أن المنطقة تحتضن مخزوناً غنياً من هذا التراب المستخدم في صناعة الفخار. لا شك أن المناظر الجميلة التي تزين أماكن عيشنا تعطينا جواً إيجابياً تقر به أعيننا. وكثيراً ما نرى عبارات يكتبها البعض على الجدران، والتي يمكن أن تكون فيها ألفاظ غير لائقة أو دعاية سيئة. ومن هذا المنطلق يدعو الرسام أحمد توناي في مكافحة أو إلى مكافحة ما يسميه التلوث البصري الذي نراه في بعض الأماكن من خلال المبادرة بالرسم على الجدران، وهو الفن المعروف بالجرافيتي. الفنان التركي الذي يعمل على تزيين مدينة اسطنبول برسوم جدارية تمنحها رونقاً وجمالاً، يشعر بالسعادة لأن رسوماته غالباً ما تجذب اهتمام المارة ويقفون لتأملها أو التقاط صور معها. ولا يقف توناي عند هذا الحد، بل يدعو البلديات والمسؤولين إلى ملء المدن بهذا الفن الذي يولد شعوراً حيوياً لدى الناس. هيدا الحيطان اللي عليها الجرافيتي اكثر العالم بحبوا يتصوروا، لانه هي بتعطي روح اكثر للصوره. ولكن هذا قد يزعج بعض البلديات. ممكن طبعا بعتقد هذا الشيء بترتيب. نعم. مع البلدية في اماكن معينه تعطي جمالا بالفعل للمدن. ومن الكنوز والمتاحف في تركيا سنتعرف على متحف نفيس يحتوي على نفائس في المجال الطبي والتمريضي. المتحف يحتوي على بعض المعدات التي لم يبقى منها في العالم غيرها. نشاهد معا التقرير الاتي. أجهزة ومعدات طبية قديمة ومخطوطات نادرة، نشرح لمن أراد أن يخوض رحلة في تاريخ الطب حكاية الرحلة، وتعتبر أقدم المتاحف الطبية في تركيا وأشملها.
متحف جولهان الطبي التابع لجامعة العلوم الصحية بأنقرة افتتح عام 1986 يزخر بمجموعة نادرة من الأدوات الطبية التي لا مثيل لها في أي مكان آخر. مجموعة الأسنان الصناعية هذه لا مثيل لها في العالم، أهداها الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني للدولة العثمانية أثناء زيارته للسلطان عبد الحميد الثاني. كان يوجد منها في العالم كله فقط 4، وبسبب الحروب لم يبقى إلا هذه الآن، فهي لا تقدر بثمن. كما يحتوي المتحف على أرشيف متنوع بين صور متعلقة بتاريخ الطب العثماني ومخطوطات وسجلات طبية مهمة للغاية ترجع إلى القرنين 18 و19 باللغات العثمانية والألمانية والفرنسية. هذه المجموعة تحتوي على تاريخ التعقيم والوقاية من الأمراض المعدية ابتداء من العهد اليوناني، وتشرح العمليات التي مرت بها مقاومة الميكروبات والفيروسات. بهذه النفائس التاريخية التي تعتبر خير شاهد على مسيرة التطور الطبي، يعد متحف جولهانا في العاصمة أنقرة مرجعاً مهماً للمهتمين بتاريخ الطب في القرنين الماضيين. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامج دنيا الصباح، على أمل اللقاء بكم، فغدا دنيا جديدة وصباح جديد. إلى اللقاء.